تعالوا نشوف ردود أفعال جماهير المغرب بعد التعادل مع المنتخب الكرواتي. المباراة كانت مزيانة شيقة، تكتيكمون كنا واقفين مزيان، كانوا ان بو دي ديشي في الدوزيام ميطو من طرف الزنزولي ما دخلش في اللقاء، ولكن هذا الماتش الأول المهم هي خرج ما خرجناش بزيرو بوان، جبنا النقطة ديالنا. المقابلة كانت واعرة جد واعرة، وكنتمناو لهم الحظ في المقابلة الجاية إن شاء الله وديما مغرب. المباراة كانت زوينة بزاف، الماتش سهل بزيرو زيرو، مي كانت الأجواء زوينة هنا، كانت جد رائعة، لبسنا كلنا الحمار، ساردنا الفريق ديالنا وديما مغرب. المباراة كانت مزيانة، كان الدراري كيلعبوا من نيتهم كلشي مزيان، الحمد لله كانت النتيجة واخا ما كاين لها هدف الأول ولكن مزيانة. ما كنظن باللي النتيجه ماشي 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 سهله، انك تسالي بتعادل مع وصيف ديال بطل العالم شي حاجه مزيانه، والاجواء كانوا مزيانين ومازال القادم يكون احسن ان شاء الله في المسابقه.